ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي. أهلا بك معنا. إذن كيف يؤثر مقتل هنية على معنويات أنصار حركة حماس، وما هو موقفكم من هذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نودع الشعب الفلسطيني اليوم، يودع المجاهد والقائد الوطني الكبير إسماعيل هنية، وهو أصبح رمزاً للأمة الإسلامية ولأحرار العالم. إسماعيل هنية قضى حياته مجاهد صابر ومحتسب في سبيل تحرير فلسطين، وهو مشروع شهادة منذ شبابه، وختم الله له بالشهادة. الآن كيف تؤثر؟ أنا أقول لك أن هناك حرب دائرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة، و جرائم ترتكب من كل الأنواع بالبث المباشر لكل العالم. وصحيح أن استشهاد إسماعيل هنية يعد خسارة كبيرة، لكن غيابه لا يؤثر في المقاومة في الميدان، وبالعكس هو يزيد المقاومة ثبات وإصرار وقوة على مواجهة مواصلة الجهاد والنضال حتى النصر والتحرير. الآن ليس هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل خارج فصائل المقاومة، وفي كل مرة كانت إسرائيل تحتفل وتبتهج عندما تصل إلى أحد القادة، وبعد يعني أيام قليلة يتضح أن هناك نتائج عكسية لهذا الاستهداف، وأن من الفصيل الذي يستهدف قادته يصبح أكثر قوة وإصرارا والتفافا شعبيا حوله. في السابق اغتالت الشيخ أحمد ياسين، فإذا هي حركة حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين تصبح ملء سمع العالم وبصره. في السابق اغتالت الشهيد فتح الشقاقي، وتوهمت أنها بالتخلص منه تنتهي حركة الجهاد الإسلامي، فإذا الحركة ملء سمع وبصر العالم كله، ولم يبقى إلا هذه الفصائل التي يتم اغتيال قادتها. إذن قد تحتفل إسرائيل اليوم، ونحن بدون شك خسرنا قائد كبير ونبيل، ولكن هذا سيكون يعني دعما وإصرارا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة. وأنا أقول لك حركة حماس حركة كبيرة وتملأ الفراغ الذي يتركه غياب إسماعيل هنية، وأنا أعتقد أنها ربما تكون ملأته من الساعات الأولى. هذه الحركة لديها قيادات كثيرة ولديها خبرات كثيرة، ولا يعني غياب قائد أو غياب عدة قادة من قادتها لن يؤثر على مسيرتها، وهذا مسألة متوقعة، وخاصة أننا نحن في حرب شرسة منذ 10 شهور. نعم، وكالة الأنباء الإيرانية كانت قد أوردت بأن قائد حركة الجهاد زياد نخالة كان مع هنية في نفس المبنى، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ يعني هو القائد إسماعيل هنية والقائد زياد النخالة كانوا في زيارة إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، وشاركوا معا في لقاءات متعددة مع القيادة الإيرانية، وشاركوا في احتفال التنصيب. وأنا لا أعرف إن كانوا في نفس المبنى أو في مبنى مجاور أو غيره، لكن هذه ليس لها أهمية لأنه الكل مستهدف في هذه الحرب. لكن الذي نعرفه أنهم على الأرض الإيرانية وتحت حماية إيرانية وضيوف للحكومة الإيرانية، وما يحملونه من رمزية للمقاومة. طيب، هل يمكن أن نعتبر عملية الاغتيال هذا ردا مشروعا لإسرائيل بعد حادثة مجدل شمس؟ يعني أولا حادثة مجدل شمس إسرائيل اتهمت فيها حزب الله، وحزب الله نفى أي اتهام، لأن مجدل شمس هي قرية سورية محتلة عام 67، مثلها مثل غزة، مثل الضفة الغربية. حزب الله يواجه إسرائيل في معركة منذ 8 أكتوبر ولم يستهدف هذه القرية ولا هذه القرى السورية المحتلة. لماذا يستهدفها؟ هو سوريون عاديون، وهم بالعكس مواقفهم وطنية، رفضوا استقبال نتنياهو وأعضاء من حكومته المتطرفة في محاولة للاتهام نتنياهو، في محاولتهم اتهام نتنياهو أنه هو وراء الاستهداف.
وعلى الأرجح أن رواية حزب الله هي الرواية الصحيحة، لأنه لا مصلحة في استهداف هؤلاء المدنيين. حزب الله لم يستهدف المدنيين اليهود الإسرائيليين في الشمال، هو يستهدف مواقع عسكرية. الأرجح أن رواية حزب الله أن هذا صاروخ معترض اعتراضي إسرائيلي سقط على هؤلاء المدنيين في ملعب الكرة. وما هو وعلى فرض أن إسرائيل روايتها تريد اتهام حزب الله، فكيف هي تستهدف حماس؟ ولذلك هذا الاستهداف جريمة مركبة، جريمة يتهرب فيها نتنياهو من فشله في الميدان، يحاول الهروب إلى الأمام لأنه يفشل في الميدان. الجميع يرى في غزة هذه المواجهة بين فصائل المقاومة، وإسرائيل لم تحقق أي من أهدافها على مدى 10 شهور، وهي لا تقوم إلا بجرائم ضد المدنيين. ولكن في المواجهة الميدانية مع أبطال القسام وأبطال السرايا تعد ضحاياها وجنودها قتلاها وأسراها، ولكن هي فقط تقصف المدنيين في خيامهم، في أسواقهم، في مساجدهم، في كنائسهم. وهذه إسرائيل. إذا هناك فشل على المستوى الميداني، وهناك جرائم على مدى 10 شهور أمام العالم. ونتنياهو لا يريد أن يذهب إلى صفقة، فهو يماطل ويتهرب ويهرب الآن بهذا الاغتيال إلى الأمام ليغطي هذا الفشل. نعم، تتحدث إذن عن فشل ميداني لإسرائيل. هل يمكن أن تعلن الآن انتصارها في الحرب عبر اغتيال هنية؟ هل يسوق نتنياهو هذا السيناريو؟ ربما يسوقه، لكن يعني ما هي النتائج؟ أنا أعتقد أن حسابات نتنياهو ستنقلب عليه سريعا. أولا، هو توهم أنه ممكن أن يقضي على المقاومة، والمقاومة إن شاء الله ستصبح أكثر قوة. وبالنسبة للاستهداف في طهران، هذا سيعطي مساندة كبيرة وإصرار وثبات لجبهات المساندة، سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق. وأيضا إيران الآن الجريمة وقعت على أرضها وتحت حماية، وإسماعيل هنية كان تحت حمايتها وهو ضيف لديها. إذن الجبهات المساندة، نعم، كما ذكرت، إذن هذا الاستهداف كان على الأراضي الإيرانية. هناك من يحمل طهران مسؤولية مقتل هنية على اعتبار بأنه كان يجب أن تحميه لأنه موجود على أراضيها. ما تعليقك؟ لا، هو إسماعيل هنية مستهدف على قائمة الاستهداف منذ فترة طويلة، ولكن هذه الجريمة على الأرض الإيرانية تحمل إيران مسؤولية، بمعنى أنه سترد إيران أو وجبهات المساندة على هذه الجريمة، لأنه إسماعيل هنية أيضا ليس يعني قائد ميداني أو خلافه، هو قائد سياسي له رمزيته الكبيرة في المقاومة في المنطقة والإقليم. ولذلك حسابات نتنياهو ستنقلب عليه. الشعب الفلسطيني أكثر وحدة اليوم، حتى السلطة الفلسطينية تدعو إلى تنكيس الأعلام وتعتبر هذه جريمة، وحداد 3 أيام جبهات المساندة بما فيها إيران قالت أننا سنرد. وأيضا نحن على مستوى علاقتنا مع أحرار العالم أعطينا لأحرار العالم جميعا رمزا كبيرا للحرية وللنضال ضد العبودية وضد السياسة الأمريكية في المنطقة. إذن هذه سياسة نتنياهو، وأنا أقول لك حساباته نتنياهو ليست حسابات لمصلحة إسرائيل، حتى حساباته يتحكم فيها حسابات شخصية وسياسية حزبية مع الائتلاف، حكومة الائتلاف التي يقودها، وأيضا حسابات أيديولوجية. لكن كثير من القيادات الصهيونية وخاصة قيادات الجيش ضد توسيع المواجهة، ونسمع نحن تصريحات بالأمس عندما كان هناك استهداف لفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، كان هناك حديث أنه انتهى الموضوع وردينا على موضوع مجدل شمس وانتهى الموضوع ولا نريد توسيع رقعة المواجهة. الجيش الإسرائيلي يحمل توجها غير توجه نتنياهو، قيادات الجيش وتصريحاتهم مختلفة. نتنياهو وائتلافه الحكومي اليميني المتعصب الفاشي هو الذي يريد توسيع المعركة في الإقليم، ولكن لا أحد في العالم يريد توسيعها. حتى الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية
لا تستطيع احتواء نتائجها. نعم، تحدثت عن الرد الإيراني، باعتقادك هل بات هذا الرد واجبا على إيران؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الرد قويا؟ يعني هو بدون شك الآن تحقيقات مستمرة، وستخلص تحقيقات إيران إلى النتائج النهائية في موضوع استهداف الشهيد إسماعيل هنية، وستكون إيران أمام مسؤولياتها في لجم هذا العدو الصهيوني. هذه العصابة من القتلة، هذا ليس الدولة، هذه عصابة من القتلة تمارس الاستهداف. هو إسماعيل هنية رمز سياسي معروف، وهو المفاوض في مفاوضات التبادل الأسرى، هو المفاوض الرئيسي، ولذلك إيران ستجد نفسها أمام استحقاق للرد على هذه الجريمة. نعم، إذن في الآونة الأخيرة أوردت بعض وسائل الإعلام بأن قادة حركتي حماس والجهاد سينتقلون إلى العراق، وتحديدا إلى العاصمة العراقية بغداد، تحت حراسة الحرس الثوري الإيراني. هل تثقون اليوم في طهران بالقيام بهذه المهمة في ظل فشلها في حماية إسماعيل هنية على أراضيها؟ هذه وسائل إعلام مغرضة، من يتحدث بهذا الشكل. قادة حماس والجهاد الإسلامي هم في الميدان، في أولا هم في غزة في الميدان، وثانيا هم في أماكن لجوهم. هم مثلا عندما يوجدوا في بيروت يوجدوا بصفتهم لاجئين في بيروت، عندما يوجدوا في الدوحة يوجد بصفتهم مقيمين لاجئين هناك في الدوحة. أما الانتقال من جبهة، هذا كلام يعني فارغ وليس له أي أساس. طيب الآن كيف يمكن أن يكون رد المقاومة أو محور المقاومة، وهل سيكون قويا لإيقاف إسرائيل؟ أولا نحن في حرب مفتوحة ولها 10 شهور، وإسرائيل لا تستهدف فقط قطاع غزة ولا تستهدف المقاومة الفلسطينية، هي تستهدف كل المنطقة، وتريد كل المنطقة ضعيفة وتابعة لها، وتريد أن تتسيد على المنطقة. ما حدث أنه الشعب الفلسطيني فاجأهم يعني بهذا الزلزال الذي حدث 7 أكتوبر ولم يتوقعه أحد، ولذلك أصبحت إسرائيل ضعيفة حتى أمام الدول التي لها علاقات وطبعت مع إسرائيل. إسرائيل تستهدف هذه الدول لأنها تريد الكل الضعيف محتاج إليها، وهي لا تريد شركاء، تريد من يعمل لديها. ولذلك الآن بعدما ظهرت صورة إسرائيل الحقيقية أنها لا تحمي محمد نفسها. في النهاية نود أن نسأل، كيف يمكن أن يؤثر هذا الاغتيال على عملية المفاوضات المهمة الجارية حاليا بشأن الحرب في غزة؟ لأن هو مفاوضات متوقفة، يعني المفاوضات متوقفة بفعل نتنياهو. نتنياهو يريد أن يبقى يعني يماطل ويكسب الوقت حتى الانتخابات الأمريكية، ولذلك هو يعطل. اللقاء الأخير في روما كان هناك شروط جديدة وضعها نتنياهو حتى على الوفد الإسرائيلي المفاوض، وهو لم يكن وفدا، هو فقط جاء ليبلغ هذه الشروط الجديدة، من ضمنها البقاء في محور نتساريم من أجل تفتيش العائدين النازحين من الجنوب إلى الشمال إلى بيوتهم، وأيضا البقاء في محور فلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا يريد أسماء الأسرى الأحياء في قطاع غزة. ولذلك هذه شروط جديدة، حتى القادة العسكريين الصهاينة رفضوا هذه الشروط، ولذلك هو يعطل، وليس هناك مفاوضات حقيقية منذ فترة طويلة. وأيضا في كل الأحوال، فرضا لو كان هناك مفاوضات بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، بدون شك سيكون هناك موقف مختلف للمقاومة. لكن ما أريد أن أقوله أن نتنياهو هو الذي يعطل، وهو الذي يريد أن يكسب الوقت، ولا يراهن إلا على يعني انتخابات أمريكية، ربما يأتي ترامب ليحل المسألة معه. شكرا لك، كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.